ابني معليش تروح وتشوفها؟ وين هالبنت لهلا؟ ليكون صاير معها شي مشكلة. صاير شي؟ الأوراق جاهزة، تفضلوا. أنا ما رح أوقف. ليش؟ إذا فكرت تشوهي سمعة عيلتنا مثل ما عملت بأمك من قبل، رح بلش بهذا الولد وبعدين رح بلش بباقي العيلة، وهيك رح خلي هداك الواطي زوجك يدفع ثمن خيانته لألي، وآخر شي رح أجي لعندك وأوصيك براسك. ما عاد بدي أطلع. طيب عمك اجا وهددك شي؟ قليلي انتي خايفة انهم يرجعوا؟
بنتي تولاي لوين رايحة؟ تولاي استني بنتي. تولاي بعرف انك تضايقتي بنتي، بس لا تعملي هيك. تعي معي خلينا نحكي. خلينا نحكي شوي. يعني بعد ما قلنا كل شيء انتهى رجعنا لنقطة الصفر. شو رح يصير هلأ؟ طالما رفضتي الخطوة اللي رح تنجيك من الزواج اللي ما بدك اياه، معناتها أكيد صار شي معك وغير لك رأيك. قولي لي شو صاير؟ ليكي إذا كان عمك هو السبب فعرضي الأول لسه موجود. فيكي تسافري برات البلد وكوني متأكدة أني رح أحميكي وين ما كنتي. يلا أحكي لا تضلك ساكتة. أحكي بدك تسافري؟ لا. لكان ما بدك تسافري، يعني تخليتي عن كل شي بهالبساطة، خليتي عن فكرة السفر وإنك ما تضلي جنب عمك حسن بهالبساطة؟ ليكي شو ما كان السبب يلي جبرك على هالشي خبريني فيه، وشو يلي غير لك رأيك فجأة؟ احكي شو يلي صاير معك. لأنه إذا فكرت تشوهي سمعة عيلتنا مثل ما عملت بأمك من قبل رح بلش بهذا الولد. ما رح أسمح لك تروحي قبل ما تعطيني جواب. قولي لي عمك هددك شي؟ طيب رح أرجع لك، إذا كان عمك السبب أنا بتصرف تمام؟ من هلأ ما عاد يقدر يعمل لك شي. يلا أحكي ليش ما عم تقولي شي؟ خبريني شو يلي صاير لأقدر أتصرف. أنت مفكرة أنه رح يقدروا يوصلوا لك لهنيك؟ حاسة حالك بأمان أكثر هون؟ فهمت عليك.